المطربين اللي هم شالوهم من 19 واحد بتوع مطرب المهرجانات دول، ايوه مش فاكر اسمه، ايوه فكتب على البوست عنده هو، يعني مش بسم الله هو حلو زي ما لا سيبيه، تمام هو زي ما تقولي عنده فجومي شوية، ايوه فقال له يا هاني شاكر انا مش خايف منك ولا من فاروق فراوجس. طب وانت مالك؟ انت ذنبك ايه يا ابني؟ ده جنبك. جنبك. انا مالي؟ لا يعني دمالي ومال الغنى اصلا، ايوه. ده انا حتى بخاف اغني لنفسي لا ازاي بقى؟ والله، ما ده انت صوتك جميل وقمر. الله يكرمك ويخليك يعني ويبارك لك، وجان عظيم ولسه زي القمر زي ما انت. بيقولوا لي كتير كده من كل البنات بيقولوا لي كده. لا والله والله يا حبيبي انت قمر، وكفايه تاريخك العظيم. انت كمان مهندس يا استاذ، انت مش مجرد ممثل حب التمثيل، انت دارس هندسه، ومعلوماتي ان انت عندك اضخم مكتبه موجوده عند حد في مصر. لان كمان بيقولوا لي ان مفيش، انت ما عندكش مكان ما فيهوش كتاب، لدرجه ان انت الشقه عندك مش مكفيه كم الكتب العظيمه اللي عندك. ولا شقة بنتي اللي أنا قاعد عندها، برضو انت خدت الكتب معاك كمان عند يسر. ما هو كل شوية في جديد، انت لحد يا استاذ معقوله حضرتك بتشتري كتب لحد دلوقتي؟ أما لي بنتي بقى ولابني، ربنا يخليهم لك. هو اللي حضرتك القراية، ممنوع القراية واسعة المدارك، مش بقرا بس في المسرح أو بس في السينما أو في الموسيقى أو في الأدب أو في الدين، بقرا في التاريخ، بقرا الأدباء، بقرا يعني عليك أنت تعلم إن أنا قريت موسوعات تاريخية كانت، موسوعات طبعا ده دلوقتي لو اقول ايه، بس انت رايك ايه في، يعني طبعا يعني مش بعمم، اكيد في فنانين في الوقت ده اكيد مثقفين يعني، لكن يقول لك ده ممثل كوميدي يقرا ليه؟ أقرأ ليه؟ عشان لما أجي أقول نكتة أو إفيه على المسرح ما يجرحش حد، الله ما يجرحش حد. طبعا دي عظيمة جدا. يعني أنت حضرتك بتشوفي أرتيس فنانين كويسين، وأنا أحب أوجه الشكر لأشرف عبد الباقي إنه يحاول يطلع ده شباب شهادة لأشرف عبد الباقي، ده شهادة عظيمة يكتر لأشرف ألف عبد خير الباقي. ويعمل اللي عليه وأكتر،